جوتين يا بنات. صار ريما؟ أنا ما أدري عنه شيء يا عمي. شلون يا ولد؟ ما كان واقف معاك بالمرعى وبعدين ركب فرسه ومشى؟ إيه يا عمي، أنا كنت واقف معه. ليه؟ أنا كنت أعرض عليه الزاد، إيه الزاد، لكن ما قبل مني يا عمتي وظل رايح. إيه أنت متوكد يا رحيل إنه هذا هو جوابك بس؟ وش بده يكون عندي غيره يا عمتي؟ بشرش منه يا دلعب، روح لشغلك روح. أنا أدري إن نصار زعلان من رحيل، ورحيل دوم وده يصلحه، لكن نصار ما هو راضي. لكن أنا أشك بشيء ثاني يا شطي. وش هو؟ حيل، أنت علمت نصار ده اللي علمنا بو الدواج؟ أنا يا عمتي؟ أنت، ولأنه هذا هو السبب اللي خلاه يطلع خارج الديرة. لا يا عمتي، أنا ما سمعت الدواج وش يقول، شلون ودي أعلمه؟ أنت كنت يمنا يوم هرجت أنا مع الدواج. صدقيني يا عمتي، أنا ما سمعت شيء، ما سمعت. لا عاد هيك. زين يا رحيل، مصير نصار يعود، ونعرف الصدق من الكذب. قم يا شطي خلنا نجهز لك الزاد. تفضل. وهذه يا بنيتي وصاة أبوك، ولإنها وصاة زينة وبصالحك، لجل ما تفوت على بيت في مشاكل بين إخوان، أبوك أحب لهم الخير. وأنا ما أكره الخير يا خالي، وإن شان له نصيب بي بإذن الله ما يكون غير بالخير وبلي مشاكل. وصات أبوي على عيني وراسي. بارك الله بيك يا ريما، طيبة نفسك مثل طيب نفس أبوك رحمة الله عليه. عم شطي خير يا ولد؟ وش فيه؟ عم نصار نفح. نصار يا حي الله، يا هلا يا هلا بأخوي نصار، يا حي الله، يا هلا يا هلا. حييت يا أخوي. هلا بعم نصار. علق له الفرس يا رحيل. بالحال يا عمي. قوت يا خيه دلعب. حمد لله، قلقنا عليك وانت غايب. مكثورة الخير يا خيه. يا حي الله بهالريحة الطيبة، يا هلا. أريدك بكلمتين يا أخوي. فوت اشرب لك فنجان قهوة هسا. قبل القهوة أريدك بكلمتين خلاوي. خير يا أخوي، وش فيه؟ أريد أقول لك شيء، يا يجمع بيننا يا يفرق بيننا للأبد. عذ بالله من الشيطان. خير يا أخوي، وش فيه؟ جدوع؟ هلا هلا بجدوع. ايه جدوع، جدوع جاي ينشد منك البشارة. بشارة؟ بشارة ويش هذه يا جدوع؟ علمت نصار بكل اخبارك. يعطيك العافيه، ما قصرت. يومين ثلاثه ويكون ببيت خالك،
وتسمع منه الأخبار الزينة. إيه. أنت متوكد من هالهرج يا جدوع؟ وهقوتي إنه يجي قبل هيك. لا تيجي الحين قبل لا تغادر المتشان، لأجل يطع على رقبتك يا خاسي. خاسي؟ إيه، وبايق وخاين العهد والضمير. وش قالت شريمة؟ اسكت ولا تزيد بالهرج، لأنه يطلع من اسمك مثل فحيحة ثعابين. لا يا ريمة، وأنا وش سويت؟ قال وش سويت؟ حسب الله يترك الشذوذ بلاي حساب؟ ألينك انكشفت يا بواب، يجيك يوم تنغضب بي، يوم إني قابلك بصاص. ويييي، الظهر ان اللعبة انكشفت. شلون؟ هذا انت الهبلت يا نصار. واذا انت ما وافقتني على رايي بتشوف شيء ازود من الهبال. وش تريد تساوي؟ ابى احط حد بيني وبينك، ابى اترك المال والحلال والديره واطش بين العرب واصيح بعالي الصوت، يجون يشوفون اخوي اللي سلب عقلي من راسي، اخوي اللي ما يبي لي السعاده، اللي انشدها بحق الله وبشرع الله. وال 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 يا نصار، كل هذا الشيء مشان بنيه؟ البنيه ما فيها عيب، البنيه تنحط على الجرح ويبرى. مرنت ما انت حاس اللي بقلبي، ما انت حاس اللي بقلبي يا اخوي، ما انت مقدر الاخوه اللي بيننا. نسيت يا شطي؟ نسيت وصات ابونا؟ تبغى تخالفها يا اخوي؟ عذب الله من هرجك. تقول ان البنات انقطعن من الدنيا وما ظل غير بنت سلامه هالفداوي. لا تجيب طاري سلامه بسو، لو انت تعرف الرجل زين كان زدت باحترامه. الرجل ظل وفيا لعهده معك للحظه اللي كان فيها على فراش الموت، ترك وصيه وفى لابوك ولك وربط زواجي بريمه بموافقتك. وش يكون مثل هالرجل؟ وش يكون بنظرك؟ علينه ما يستاهل منك غير كلمه حق ترضي ضميرك. لهالحد تنكرت لسلامه؟ يكفي يا نصار، يكفي يكفي. وشدك مني بعد؟ هي كلمه واحده، ما اعيش معك تحت بيت واحد الا معي ريمه، ولا اترك الديره وحملك خطيتي للابد. ها وش قلت يا شطي؟ يكفي يا نصار يكفي. والدم ما يصير ميه وانا ما بيعك بكل الدنيا. وش تريد مني يا ناسا؟ وش اللي صار؟ شيخ قومي، أبي أروح لمحل. قومي يا خالد، قوم. سلام سلام. لا حول ولا قوة. وش اللي تسوينه بحالك يا ريمة؟ وين مرت خالك عنك؟ مرت خالي راحت يوم الغدير تغسل، وأنا قلت أساعدها. الله يسامحك، لو صبرتي ما صار اللي صار لك. سامحني يا خالي، ما كنت أعرف إن الوهن اللي عندي لهالقدر. العاد من الحين نامي وارتاحي، ومرت خالي تسوي كل شيء عنك. زين يا خالي زين. وش اللي يصير لي؟ وش قلت؟ وافقت له؟ لجل مخسره للابد، وانا مالي غيره عزوه. ورايك الاول غيرته بساعة؟ يا دلعب، هذا اخوي الحمي ودمي ومالي غيره عزوه، ولجل هيش انا وافقت له. لعاد ليه سوينا كل اللي سويناه؟ لجل تتفق انت واخوك وتجيبوا بنت سلامه وتدخلوها البيت وتصير وحده منا؟ يجوز البنت تطلع على غير ما ظنينا بيها، ونكون حنا الغلطانين. غلطانين؟ هذا آخر ما عندك يا شطي؟ تتفق أنت وأخوك وأطلع أنا بسواد الوجه بتالي الأمر؟ زين يا شطي زين، تهنى تهنى وافرح بدخلت البيت أنت وأخوك، وأنا خلني مقهورة مقهورة. دلع ابعد عني. Thank you.
نحن نحرص دوما على تحقيق ما يخدم المصلحة العامة. طيب يا عمي في المرور أقول لك لا، أنت ليه تقول له بكرة تعال خذها؟ في كثير من الإخوان السائقين بيقودوا سياراتهم بسرعة عالية جدا. أتحدث إليكم بارتفاع شاحن. الطيران جزء من حياتي. الآن الكاميرا تطوف بكم داخل غرفة المخالفات. إن الغرف التجارية الصناعية لعبت دورا رئيسيا في التنمية. مع الناس الاثنين 8 مساء على ذكريات. العقل السليم في الجسم السليم. أطفال في عالمهم الجميل. ألف باء تاء ثاء ينشدون يتدربون ويلعبون. يأخذونكم في رحلاتهم التعليمية الخاصة. لبيك يا مملكتي يا مدينتي يا قريتي روحي وما ملكت. شاركوهم في كوكبهم الرائع. نادي الأطفال الخميس 8 مساء على ذكريات. فصائل وأنواع حيوانات غريبة عجيبة. ممكن ما عمرك شفتها. أطرف الحيوانات في العالم. أطرف الحيوانات في العالم. السبت 8:30 مساء على ذكريات. أبطال أسطوريون يمتلكون المهارة والدهاء. واختلط الحاكم بالنائب الآن وهذه الفرصة. القوة والبسالة. والانتصار للأقوى. المصارعة الحرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. من الصار هلا بهالطله الزينه. حييت حييت. ما شفت رحيل؟ رحيل ايه قاعد هناك يا عمي. زين اربط الفرس يا عوي. حيل عم من الصار انت علامك ما عودتني البيت يا ولد. صحيح يا عمي انا انت وين؟ انا خايف من عمي شط لا يحاسبني على الكلام اللي علمتك بيه. تطمن يا رحيل تطمن، انا تفهمت معه على كل شيء وباذن الله ما يصير لك الا كل خير. انت متوكد يا عمي انه مزعل مني؟ راح انت للبيت توكد بنفسك وباذن الله ما راح تشوف الا كل خير. ماني مصدق يا عمي ماني مصدق. انت علامه ما تصدق كلامي يا ولد. استغفر الله يا عمي هالحين اعود هالحين اعود. دلعب يا حبيبه القلب
وش بلاش؟ أنا خابرش عاقلة. لا تحكي معي. ول لهالقدر ما أنت طايقتني؟ ماني طايقة حالي. ليه؟ من القهر اللي زرعته بقلبي. أدويه باللي تريديه. اللي صار صار وما أقدر أتراجع عنه. ما ودي منك شيء غير تساعدني لأجل عقلي يتقبل اللي ساويته من غير ما تاخذ رأيي مثل ما عودتني. شلون أساعدك وأنا جاهز؟ أريد أضيفها لي وأقعد كم يوم. ليه؟ هيج أحس حالي متضايقة وماني قادرة أتقبل كل اللي صار بس ساهد. يعني لو زرت أهلك تقبلين باللي صار؟ يجوز. وما هي زيارة زعل؟ ما أدري كان زعل ولا غيره. إذا إيش تفكري ودش تروحي لأهلك وما ترجعي غير بجاهة ما خلش تطلعي من هالبيت. ما سمعت جوابك. عين خير. أقعد كم يوم وخلي أخوي يعود بي. على راحتك. من باشر الصبح نزهم يم ديرة أخوك. وش بك؟ تعال تعال هذا أنت نام وانت نام انت وياه. السلام عليكم. وطفة انت وين من الصبح طالعة؟ ومدشر عيالك بالبيت يعافروا بيه ها؟ مثل ما انت شايف يا عبطان. ثاني مرة لين طلعتي خذي عيالك معك. انت تعرفي ان خلقي ضيق وما طيق حالي. تفهمي؟ زين افهم افهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطفة وطفة تلعب لفت يا وطفة. صبق هوا يا ولد رحيل. ابشر يا عم. تفضل يا عمي. عشت. أقول يا ولد. يا عمي. الظاهر أن عمك شطي ما وده يلفي مثل ما قال. الغايب عذره معه يا عمي. شوف منهم. قوك يا رحيل. هلا عمي هلا. هلا. هلا بالخير يا نصار. هلا بأخوي هلا. شلونك؟ الحمد لله. زين. على سلامتك. الله يسلمك. أقول يا أخوي أشوف دلعب مهم معك. وصلت هيا مديرت أهلها وعودت بالحال. أي. عسى الامر ما به زعل. لا 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 ما بي زعل ما بي زعل. المهم انت وش علومك؟ ما فهمت قصدك. متى ودك نكد يم ديره فرحان؟ يكفي. اي اذا ما عليك كلافه نكد عليهم من باكر الصبح. زين على خيره الله. يلا يا خيتي هداش الله. علميني قولي لي وش بلاك؟ وش ود علمك؟ من يوم اللي فيتي وانتي قاعده هيك وساكته وكل مسألك عن احوالك ما تردين وللحين ما عرفت انتي اللي فيتي من حالك ولا حدا جابك. شطي وصلني قرب الديره وعود. ها؟ معقوله؟ وليه ما ضافنا؟ ما ادري يقول بي عنده شغل. اه يعني
ما انت زعلانه من جوزك؟ وماني راجعت له ابد. لح لعد هذه واصله بينكم. علميني يا خيتي وش السالفه؟ اتركني بحالي يا عبطان، عقلي ما هو معي، اسولف لك كل شيء بعدين. زين يا خيه، وش رايك اخلي وطفه اسوي لك عشاء؟ لا تغلب حالك، مالي نفس بزاد. ما يصير يا خيه، الكلام ومالك به نفس، والزاد مالك به نفس بعد، ما يصير. انت ما كليتي من يوم اللي فيتي، بعدين انا جيعان مثلك. وطفة يا وطفة، ايه هذه نايمة؟ وطفة يا وطفة، وطفة قومي يا مرة، قومي. علامك يا عبطان، قومي جاي. أنا تعبانة. تعبانة؟ تعبانة هم ليش؟ وش هالمصاخر هذه؟ كيف تعبانة؟ قومي يلا، قومي قومي، سوي لنا عشاء. زين يلا بساعة. أقوم لا طول. يا خال، علامك يا ريما. اللي فاك ضيوف يا خال. يا حي الله بيهم، يا هلا ومرحبا. هلا بضيوفنا، يا هلا ومرحبا، يا هلا بيكم. والمهلك يا حي وجوه، حي وجوه يا عم فرحان. يا هلا والمهلك، يا مرحبا، وبك رحب الله. يا حي الله، يا هلا والمهلي، يا هلا بشطي والمهلي، يا حي الله، يا هلا بنصار، هلا 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 بالعم فرحان، يا هلا هلا تفضلوا تفضلوا، عشت يا هلا ورحب. يا حي الله بيك، يا هلا تفضلوا، يا مرحب، يا هلا بضيوفك والمهلي، ما يولي يا هلا هلا والله، يا مرحب، حياك الله، يا حي ودوم، حي ودوم يا عم فرحان، يا هلا بيك، يا هلا والمهلي. وشطي يا خيه، جابك الهام ويدري انك زعلانه وما ودك تعود لبيته؟ ما يدري. وانت يا خيه يا دلعب، شايفه انه سبب الزعل يستاهل؟ يعني ودك ايانا اشوف اللي شفته منه واقبل باللي صار واسكت من غير ما اسوي شيء؟ اسمعي يا خيه يا دلعب، اذا انك زعلانه لجن اخوه نصار ما خذ اختك، هذا مو هو سبب ينزعل منه. ما رحنا ما احنا رامينها عليه، وهذا هي اختك انجبر حالها، الواحد أخير منه. ما هو هذا السبب. ها؟ لعاد وش؟ أنا زعلت لأنه اتفق مع أخوه من غير شوري. عاد يا خيه هذا أخوه، وأنت منتي يا عز من أخوه عنده. تخاف أنه باشر يدري أنك طلعت من بيته وما ودش تعودي له يزعل منك. أنا ودي إياه يزعل، لأجل يعرف قيمتي زين. يا خيه، تخافي تصل الأمور بينك وبينه أكثر من هيك، وبعدين أنا أضرب جوزي. وأعرف هواه زين. يومين ثلاث يلد حواليه يفقدني ويجيني، حينها أنا أعرف إيش ودي أساوي معه. وعلى إيش ناوية؟ معود له وأعيش مع أخوه ومرته ببيت واحد. شلون يا خيه؟ ودي ابنه لبيت الحالي، ما ودي أحد يشاركني به. ما تشوفي إنه هذا أمر صعيب وما يقدر عليه شطي؟ هو حر، لكن اللي ودي إياه يلزم يمشي، وأنا متوقدة إني قادرة عليه. زين، إذا أنت واثقة بنفسك على خاطرك، المهم عندي إنه هالأمور ترجع بينك وبين جوزك مثل أول. شطي الرجل ما ينترك ولا يتفرط باللي تحتيده من ماله حلال يا دلعب. يا هلا ومرحب والمهلي، هيا ودوم يا عم فرحان. عاد شطي، ليه ما تشرب قهوتك يا شطي؟ ما نشربها غير لما ناخذ طلبنا منك. قول الطلب، والله قدرنا عليه. ودنا ريما.
لاخوي نصار. ابشروا تراها جتكم، واشربوا قهوتكم. اسمها لديرتي نرسل سلام. قصائد جديدة في أغراض الشعر المختلفة. يالله بحماك تحفظنا وتحمانا، وبلاد الإسلام تحفظها وتحماها. وكل حلقات البرنامج ما يحوز على رضاكم واستحسانكم ويروق لكم. اليحل طرياه صلوا عليه إعداد وبل الرعودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحة شعبية الأحد 8:30 مساء على ذكريات. العقل السليم في الجسم السليم. أطفال في عالمهم الجميل. ألف باء تاء ثاء. ينشدون، يتدربون ويلعبون. يأخذونكم في رحلاتهم التعليمية الخاصة. لبيك يا مملكتي، يا مدينتي أو قريتي. روحي وما ملكت. شاركوهم في كوكبهم الرائع. نادي الأطفال الخميس 8:00 مساء على ذكريات. جبال تهمت قحطان عالية ومرتفعة ووعرة بعض الشيء. البادية لها ناس والبيوت لها ناس. هذا المفتاح الأول طال عمرك حق البيت. حوطة بني تنين تشتهر بزراعة النخيل. رحلة مع التراب الثلاثاء 8:30 مساء على ذكريات. أنت نحل عسل قوي. واحد اثنان ثلاثة، هيا بنا ننطلق. اهربوا، اجمعوا كل العسل. لقد انتصرنا يا بشار. ولدي ماما. مغامرات نحول يوميا 4 مساء على ذكريات. علامك يا حي، ما انت خواف من اللي فيت علي يا رجل؟ ما ادري وش اقول لك يا اخوي، الهم بقلبي زايد وما انا قادر على حمله. ليه يا اخوي؟ وش اللي هامك؟ هموم كثيره تخلني اسال روحي كان ظل لي مكان بهالديره ولا لا. لا ليه يا رجل؟ خبري بيك، مرتاح بشغلك عند عمامك شط ونصار. اللي بي ما هو من عمامي ولا من الشغل. مير اني احس شوك بجسمي ما يخلنا نام الليل. هذا واصله معك يا رحيل، علمني وش بلاك يا رجل. باشر تعلم من غير ما اقول لك.
ارخص لي الحين. وين رايح؟ اقعد اقعد وسولف معي. ودي اروح يم البيت انتظر عمامي واشوف حالي معهم. سلم عليك. على ماذا؟ وش اللي براسه؟ يا هلا بالضيوف، يا هلا بالضيوف الرحمن، يا هلا. تفضل تفضل. مرحبا والله. الله حيهم. المعلم تفضل تفضل. يا هلا فوتوا على البيت. فوتوا على المحرم يا خيي. شداد يا شداد. وين شداد يا حرمه؟ شداد ما هو هان، وش ودك منه؟ دوري عليه وخليه يروح على المرعى ويجيب انعجه. ولا اقول لك خله يجيب انعجتين، ضيوفنا عزاز. انعجتين؟ سمعت يا خيتي، هذا اخوك مضيع مالنا وحلالنا على الفاضي. وش يكون ضيوف هذول اللي يذبحنا من عشتين؟ ما ادري يا خيتي، عمي بضيوف هدوم مرارين طريق وتشوفيه مسك بيهم غصب عنهم. وش هالكرم الزايد هذا عند اخوي؟ هيك عقله من يوم ما اخذ سياق اختي اشترفة، وهو يساوي عزايم للصديق ومرار الطريق. وين جاي من هالسوايه هذه؟ ما اقدر اساله يا خيتي، بعدين يبلش بيا ويقول لي لا تتدخلي باموري. ودي اقول وين ودر كل الهدايا اللي كنت ارسل له اياها، انا اشوفه بعدين. لا يا خيتي لا، لا تجيبي له سيره. يشك بي اني شكيت لك ويسمعني كلام قاسي. خله على راحته، وانا وعيالي الله كافينا. لا مش يد العب. ما ادري يا خيه، احس بدوخه ونفسي ساليه. ها قلتك انك حامل؟ الظاهر هيك. مبارك عليك، بالعون هذا شيء يفرح. تعالي يا خيتي فوتي فوتي جوا واقعدي. تفضلوا على المكسوم. سلمت يمينك. تفضل على الزاد، سم بسم الله يا اخوي. والنعم بالله. ما بهوايا الزاد يا اخوي. يا اخوي انت صار لك كم يوم ما انت خواص. ما بي شيء يا اخوي نصار. مير كل زادك وتهنى ابو. اي. ما يهنى لي الزاد وانا اشوفك على هالحاله. علمني وش بلاك؟ الفكر بيها اللي يكفاها من الهم يا اخوي، وما اريد اشركك بهمي. ومن غير يشيل همك يا اخوي، انا صار لي مده وانا ودي اهرج معك بهالموضوع، لكني كنت متردد، والحين جاء الوقت اللي اسالك وتجاوبني. خير؟ وش علوم حرمتك؟ اشوف صار لها قريب الشهر ما عودت، وش السالفه؟ ما بي لا سالفة ولا شيء يا اخوي نصار. الظاهر انها خدعتني واخفت زعلها عني. قالت لي ودي اضيف اهلي يومين ثلاثة هبلية زعل. والباين انه ما بنيتها تعود. معقول؟ ليه؟ العالم الله وش السالفة اللي براسها. وما انت ناوي تردها؟ فكرت بهالامر لكني تراجعت. ليه؟ ما ودي اخلها تحس اني غلطان. لجل انها ما تشرط علي بشرط ما وافق عليه ولا اريده. بلعونها الامر ما ينصبر عليه. هذه حرمتك وعشيرتك، ملزوم تظل على هالحال. خلها على حالها يا رجال. ما يصير يا اخوي ما يصير. واذا انت ما ودك تروح اروح انا. لا ما اريد يا نصار. اجل وش الحل؟ ان ما عودت من حالها تراني ناسيها، وان ظلت معنده تراها جنت على روحها.
تلعب. صحيح الخبر اللي سمعته يا خية، يا ليته مبروك، بلعون امش تستاهلي عليه ذبيحة. لا يا اخوي ما ريت شيء. لا يا خية، انت يلزمك راحة وزاد كثير لجل جسمك يتقوى ويصمد الجنين. ما ادري ان كان يصمد هالمرة ولا لا. ان شاء الله يا خية غير يصمد، ويجيش اللي يهنيك ويسعد قلبك. الله كريم يا خية. والنعم بالله يا اخوي، النعم بالله. بس هيش علم لزوم جوزك يدري عنه بالحال. لا يا عبطان. كيف لا يا خيتي، هذا علم ما يتخبى عنه. ما ودي يشوفني ضعيفة وبحاجته. وش اللي اسمعه يا خيتي، هذا جوزك، وانت تعرفي خبر مثل هذا قديش يفرحه وتخليه يجيش وهو سابق الريح. ما هو وقته الحين. ها؟ لعاد متى؟ حين اتوكد ان الجنين البطني صمد اشوف حاله مع شطي وعلمه شلون يهمل بيه ويتركني شهر غايبة عنه. يا خيتي انا خايف انه. ارجع تسكت يا عبطان، انا عارفة وش اللي اسويه مع شطي. زين يا خيه يا دلعب، انا يهمني شيء واحد، انه يظلك بخير شطي نصيب، دريتي؟ يا ريما. هلا هلا بنصار. خذي هذا اللي الله رزقنا من الصيد. الله يزيد خيرك دوم. بس عاد ما عندي ماء جاهز. ليه؟ جيت اروح للعين اجيب الماء، راح يل ما خلاني وراح الدار، لكن طول الغيبة كثير. ايه الحين يا قلبي، الحين يا قلبي. تدري يا نصار، لاحظت ان الحيل يبكي قبل لا يروح. يبكي؟ على مكتبك يا رحيل، فيك خلاف؟ لا. لا عاد وش بلاك؟ نار الفراق اللي احملها بقلبي وانا راحل. راحل؟ وليه تريد ترحل؟ ما اقدر ابوح يا عويض، غير ان اشوف سعادة لغيري برحيلي. ما فهم قصدك يا رحيل. خلي قصدي بلي فهم، هيج احسن لي ولغيري. كل اللي اريده منك الحين بلغ عني سلامي نصار شطي. وقف يا رحيل، وقف وكمل كلامك. اي وقف يا رجل. اي على مهاب تقول انه انهبل بلي سبب. يا خيتي يا دلعب،
علامك قومي كملي عني هالمريسات. فكي عني وطفة، ماني قادرة أساوي شيء. رجال شد ألعب، عفطان جاي له ضيوف، فخاف يعود ويلاقي الزاد ما هو والم ما خلص من لسانه. مالي خص بيك وبجوزك، حلي عني، ماني طايقة الهدوم اللي علي.